أجل الأسبوع فهي تسريع هذا الاتفاق. بعد المشاورات التي جرت البارحة بين حزب حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، أعلن المؤتمر تجميد قرار سحب وزرائه لمدة أسبوع إلى حين تنفيذ مطالبه. الوضع الأمني والوضع السياسي والوضع الاقتصادي تاع البلاد تغير، هذا ما جعل المؤتمر يتراجع نسبيا في القرار نتاعه، وقرر لمصلحة البلاد ولمصلحة الاستقرار في البلاد أن يجمد هذا القرار لمدة أسبوع. لأن الضمانات أستاذ؟ الضمانات أن النهضة في محادثات الأخيرة ليلة الأمس وعدتنا بطريقة واضحة وصريحة أنهم سيقومون بكل المساعي الممكنة واللازمة لإيجاد الوفاق ضمن أحزاب أخرى على الساحة السياسية، منها التكتل وتحالف ديمقراطي ووفاء، وإيجاد هذا الوفاق الوطني. إن نجحوا في ذلك في ظرف أسبوع، هم طلبوا 3 أيام، قلنا لهم لا يا سيدي خذوا أسبوع كامل، إن لم تنجح في هذا المشروع سينسحب المؤتمر من الحكومة نهائيا. ومن جانبه أوضح محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن الحديث عن حكومة التكنوقراط يعني عودة جزء من النظام السابق لحكم تونس. لا أستغرب أن أرى جزءا من النظام السابق يحكمون تونس، وعلى هذا الأساس قلنا حتى إن لم نغلق الباب لأننا لا نعرف الأسماء، لكن قلنا من حيث المبدأ لا نتصور إطلاقا أن الذين سيقع تعيينهم هم الأشخاص الذين يحققون هدف الثورة، ولا هم الذين سيحققون البرنامج الذي نتحدث عنه، وهو فتح ملفات الفساد بشكل جدي، وهو القيام ببعض الإصلاحات المقدور عليها. وبالمناسبة أفتح قوسين لمحمل المسؤولية للحكومة لعدم قيامها ببعض الإصلاحات المقدور عليها في ظرف سنة. وأصر عبو على أهمية التعديل الوزاري وضرورة تغيير وزيري الخارجية وكذلك العدل، لأن إدارة شأن القضاء لم تكن في المستوى المطلوب على حد قوله. المؤتمر الجمهوري يصر على أن يقع هذا التغيير، بمناسبة خلافة لما ذكره الأخوة بعض الأخوة الصحفيين حتى لا أعلم، وأطلب كل الأخوة الصحفيين أن يسألوننا قبل أن يكتبوا. نحن لا رغبة لنا إطلاقا لا في عدل ولا في خارجية، لسبب بسيط، أننا بصدد نتعرض دوما لاتهامات، فقلنا لحركة النهضة ما نطلب تغييره لن نأخذ مكانه. وطبعا لا يمكن لحركة النهضة أن تتهمنا بأننا نعادي سلو الدين الحيري الذي هو من أقبل أصدقائنا على سبيل المثال، وكذلك الأمر بالنسبة للسيد رفيق عبد السلام الذي لا نكن له إلا الاحترام كمواطن تونسي وكوزير، ولكن تحصل بعض الممارسات أو بعض السلوكيات أو بعض السياسات لا نريد أن نتحملها، وهذا ليس خروج على عقد ديسمبر 2011، وإنما هو تنفيذ لعقد ديسمبر 2011 لم نكتبه لسوء الحظ ساعتها، ولكن اتفقنا على جمله من المسائل: عدم التدخل في استقلال القضاء، احترام حقوق الانسان، عدم المساس بنمط حياه التونسيين. كانت من جمله المسائل التي وقع الاتفاق عليها في شهر ديسمبر. مهله لمده 7 ايام منحها حزب المؤتمر من اجل الجمهوريه لحركه النهضه للالتزام بالتعهدات التي وقع الاتفاق عليها البارحه، ستكون الفيصل اما بالبقاء في الحكومه الحاليه او الخروج منها بالصفه الرسميه. هلا بن جمعه، قناه المتوسط، تونس.